السلام عليكم. حنا جبنا جوج دكورة جداد هنا في القرية، كاينين ربعة نتوات وذكر. دابا غادي نطلقوهم معاهم في القرية. شوفوا هادو الفريخات مولفين في القفص، ماشي جداد، ماشي خافوش. الوكالة ديالو اللهم بارك، الله يسخر. وبالنسبة لهنا عندي كالوبسات وعندي الكاكاريكي والفيشر، واش تنصحوني نطلقهم كاملين في قفص واحد ولا نخلي هادو في القفوزة؟ حيت راه شي واحد عض ليا انتي ودا الكرام من رجليها او الدم ديالها فين بقى. راني درت ليهم هاد الشبكه هادي باش ما يبقاوش يعضوا، ومعليتها شويه من هنايا. المهم درت ليهم هاد الشجيره هي ديال الزيتون، وهنايا راه عندهم النافوره راه خدامه فيها الماء الا بغاو يدوشوا ولا شي حاجه. ايوا هادي هي القريه ديالنا.